مشاهدينا اهلا بكم من جديد. نعود ضيوفنا الكرام. الحقيقه استاذ سامر في سؤال مهم جدا. اليوم وزير التخطيط حكى انه مجموع المنح الموجهه لدعم الموازنه بكفوش, يعني ولا بكفوا حتى يغطوا عجز المحروقات 12%, يعني قيمه 3 مليارات مع المنح ما بتكفي, لانه كل المنح 365 مليون, يعني ما بكفوش شيء. وهون في جزء سياسي يتعلق بازمه دبلوماسيه مع علاقاتنا في الدول العربيه اللي هي مش قادره تجيب المنح اساسا والمساعدات. بدي اعرف شو وجهه نظرك في هاي المشكله تحديدا, وين راح نوصل فيها وشو المطلوب منا. يعني شوف, خليني احكي لك. انا حكيت قبل شوي على مبدا الاعتماد على الذات. محور الاصلاح الاقتصادي هو تعزيز مبدا الاعتماد على الذات. بعام 2004 2005 تخرجنا من برنامج صندوق النقد الدولي. كانت ايراداتنا المحليه تغطي نفقاتنا الجاريه, وكانت المنح وكانت محدود المنح, ما كان في مليارات منح, يعني مئات الملايين, وكانت المنح تغطي النفقات الرأسمالية, بمعنى رواتب الدولة, مصاريف المؤسسات, الوزارات, حتى الدعم. كان في دعم حتى عام 2007 و2008 كان في دعم. قديش كان مقداره عبر؟ يعني كان بالمئتين 300 مليون. طب يعني احنا كنسبة من الحجم, الموازنة كلها كانت بمليارين. طب يعني 2007 كانت 10% من الموازنة. من 2007 ل 2012 يعني كانه عدد سكان 10 مليون. طيب كيف قفز الرقم؟ بس نرجع على هذا الموضوع. تخرجنا من برنامج صندوق النقد الدولي, وضعنا المالي سليم, وضعنا النقدي سليم, عجز الموازنة منضبط, إيراداتك المحلية تغطي نفقاتك الجارية, وهذا أهم مؤشر. بمعنى أنه إذا ما إجتني منح بوقف المشاريع, يعني أنا مصاريفي العادية للدولة تغطيها إيراداتي المحلية اللي بأخذها من ضرائب من الناس, وما زاد عن ذلك النفقات الرأسمالية بغطيها من المنح. إذا انقطعت المنح ما بتخرب الدنيا, تمام, بوقف المشاريع, بعيد جدولتها, بأجلها إلى آخره. طيب بعد عام 2005 بدأت النفقات الحكومية ترتفع بنسبة أعلى من ارتفاع الإيرادات, وبالتالي ساد الفجوة بين الإنفاق والإيراد اللي هي العجز. نعم إجانا منح في بعض السنوات, في بعض السنوات صار في فقاعة, صار في ازدهار اقتصادي كبير وفقاعة مالية كبيرة واستفدنا منها, فما بينت المشاكل. بعد عام 2008-2009 الأزمة المالية العالمية, تراجع حجم الاستثمار, تراجع الأسواق المالية, تراجع التحويلات الخارجية, بدت نتائج السياسة الاقتصادية تظهر. ولكن من 2009 لليوم احنا شو كنا نستنى؟ يعني كم حكومة اجانا ما شاء الله من 2009 لليوم؟ ما شاء الله يزيد سبع حكومات, 10 بجوز, لا سبعة. السبع حكومات شو عملوا؟ يعني انت جاي تقول لي حط لي حل للحكومة الحالية اللي بدها تروح بأول شهر اثنين, كيف بدي احطه هذا الحل؟ يعني تعجيز, ما بيعجزوك؟ لا مش هيك, ما حدا بيقدر. يعني اليوم بتحدثوا عن فتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني والمعارضة. معارضة مين؟ الإخوان المسلمين عندهم برنامج اقتصادي لحل الأزمة المالية. مع مين يفتح حوارهم؟ الحكومة انت بتقول. مع مين بتشوف يفتح؟ أنا مش عارف والله, مع النقابات, يعني مع نقابة المهندسين الزراعيين بدها تحل لهم الأزمة العالم المالية. مع مين؟ مع جمعيات المرأة؟ مع مين؟ مع اتحاد العمال؟ كلام شكلي طبعا. يعني أنا ما بعتقد أنه في طرف بالأردن بدك تحاوره تتلاقي أنت وياه حل, بقول لك إحنا منفتحين وبدنا نسمع حلول. هذا الحكي حتى يضعوا المعارضة في مأزق, أنه المعارضة ما عندها شيء. هذا اللي بدهم إياه, يعني بدهم يحطوا الأحزاب المعارضة في مأزق, نحن عرضنا المشكلة عليكم وما طلعتوا بحلول. ولا يمكن يطلعوا بحلول. مين بده يطلع؟ مين المعارضة؟ الشخصيات هاي اللي بسموهم معارضين, يعني خارج الأحزاب, مين منهم بيعرف يحل الاقتصاد؟ مين؟ أنا ما شايف الحوار مع هذه الأطراف ما له معنى. انت عندك مشكله, بجوز لو قلت لي والله بدي اجيب 20 خبير من اساتذه الجامعات المتخصصين بالاقتصاد يجوا يعطوني وجهات نظر, بجوز اقول لك اوكي كويس, اعمل ندوه اقتصاديه, ادعو الناس, تحدث معهم مع خبراء اقتصاديين, جيب اجانب اردنيين من وين ما كان, من وين ما بدك. بس هلا بشهرين؟ يعني اذا بدك تعمل دراسه للوضع, تدرس اسعار المحروقات, بدك شهرين؟ يعني انت برايك رساله الحكومه اليوم فتح حوار هي رساله فقط, يعني لوضع المعارضه في وضع المعارضه في أزمة, يعني انه انتم ما عندكم حلول زي ما عندكم حلول. طيب استاذ ماهر, وبدي اجي هون للاداره السياسيه للازمه الاقتصاديه. والحقيقه بنعيش مرحله سياسيه صعبه اليوم وحساسه جداً. والحكومه هي من تدير هذه الدفه السياسيه, وامامها ايضا الجانب الاقتصادي اللي هو له اثر كبير على الاداره السياسيه للازمه, وهناك ثقه شعبيه معدومه بالمطلق.
في مؤسسه الدوله في مؤسسه الحكومه. بيقولوا الناس رجعونا الفوسفات ورجعونا المصاري ورجعونا الفساد ولا هذا حكي طبعا. معهم مليارات يدفعوا للمستثمر. سؤال وين الحكومه رايحه وكيف شايفها رايحه؟ لا شوف علي بصراحه، شوف احنا خلينا نتفق على شيء هلا كلنا متفقين عليه واضح. اولا في قرارات اقتصاديه جايه، اثنين القرارات راح تكون بطبيعه الحال قرارات صعبه، ثلاثه راح يكون يعني في تعويض مالي بشكل او باخر، وانا وياك كاردنيين مثلا عشان نكتشف انه التعويض كان عادل او مش عادل بتاخذ لها سنه، يعني مش راح تبين، ليس بالضروره تبين في يوم يومين عشان اقدر انا ايش انه اعرف الفروقات. يعني حتى بعض الاخوان بالمناسبه اللي بيقول لك لا انا بعطونيش الغاز مصريين، ارفع رسوم الانتقم من المصريين بالاردن 1.5 مليون وارفع عليهم رسوم التصاريح. حلو يا اخي والله هذا ذكاء منقطع عن النظير. طب لما برفع رسوم على المصري انا السنويه بده يرفع اجرته اليوميه، وعشان يروح يشتغل عند واحد عامل بده يطلب بدل ما ياخذ 15 او 20 دينار في اليوم بده 25 دينار في الاخير. مين راح يمول زياده الاجور المصري؟ الاردني بداله وبعدين في النهايه انا اللي راح امول زياده، راح امول رفع تصاريح المصري على سبيل المثال. فبالتالي راحت لفت طلعت نزلت رجعت علي. فانا بدي احكي لك إياه اليوم، أنا بالنسبة إلي والله صدقني يعني أنا بعرف إنه في مشكلة اقتصادية، ولكن ذكاء الحكومة يعني بين قوسين ما بعرف شو راح يعملوا. إذا تصرفوا صح خرجوا القرارات بطريقة صح بكون كثر الله. بتمر سياسيا صح؟ بتمر سياسيا. معلوماتك بتمر سياسيا صح؟ كل شيء وارد. ليش؟ خليني أحكي لك ليش. هلا في أطراف كثير سياسية بالبلد وحكينا سواء في الحركات أو في الإخوان المسلمين بنتظروا هذا القرار. نعم انا حكى لي قياديين اثنين من جماعه الاخوان قال احنا مهدين صار لنا شهر من بعد مسيره الجمعه لليوم نستنى بقرارات الحكومه، وبتمنوا انه القرارات شو تؤدي لغضب شعبيه، تؤدي لالتحام غضب الكتله الشعبيه بالغضب المسيسين اللي هم الاخوان والحركات، وتدب الفوضى لا سمح الله بهاي البلد. انا يا اخي بدي احكي رساله الليله، لا انا مصلحتي ترتفع الاسعار ولا مصلحتك، بس انا لما اشوف عندي مشكلة كبيرة بالمناسبة. أنا يعني بنهاية المطاف من حقي أعيش مستقر وآمن وما يصير دم في هاي البلد، خصوصا إحنا بطلع على الشام وعلى فلسطين وعلى العراق وعلى لبنان وعلى ليبيا وعلى مصر، كل دول الجوار انهارت انتهت. فهلأ إيش كارثة الكارثة أو النقطة الصعبة بهاي القرارات؟ إن الحكومة تستخدم عقلها شوي وتعرف كيف تأخذ القرار وما تعمل ارتداد في الشارع قد يلتحم مع. شايفها رايحة هيك؟ لحد الآن ما بعرف، ولكن لحد الآن ما بقدر أقرأ بالغيب أنا، ولكن على الأرقام اللي بيحكوا فيها وعلى التهيئة والتحشيد لقاءات وأبصر شو واضح إنه رايحين على قرارات صعبة. ولكن هذا الكلام أنا بدأ أحكيها بصراحة الليلة، هو أنا صار لي سنتين بالأردن، الله سلمني من الفوضى، الله سلمنا من الفوضى بالشارع، من الحركات، من المعارضة، من تدخل دول الجوار. نعم. الله سلمني، صار لي سنتين الله سلمنا بهالبلد. انا خايف انه هذا القرار هو ايش رجعني لمربع الصفر، والسنتين اللي استلمنا فيهم يودوني بهاي القرارات الى الهاويه، للهاوي او نقطه صعبه جدا. ولذلك احنا مش من مصلحه واحد بالبلد هاي لا سمح الله تدب فيها فوضى او تنهار. صحيح. وايضا الحكومه مش لازم تستغل، بالمناسبه مش لازم تستغل رغبتي ورغبتك ورغبه الجميع انه احنا معنيين بالحفاظ على استقرار البلد، انه يسوي اللي بده اياه فيه. طيب. بحجه اني انا خايف ومش راح اضل متحمل للاخير. كلام جميل. انا بدي اسالك سؤال حقيقه، سؤال اقتصادي بحت. قصه 300 ليره ل 50 دينار هذول للشخص و300 دينار لست اشخاص، التعويض المالي. شوف ما بنقدر أنا وياك نقرر إذا كان هذا التعويض كافي أو غير كافي إلا إذا عرفنا قديش نسبة الرفع. إذا الرفع بدك تطلع 2 مليار دينار من جيوب الأردنيين قسمهم عدد الأردنيين بيطلع قديه الواحد؟ 2 مليار على 5 مليون قديه حصة الواحد الفرد؟ بيطلعش 50 دينار يعني أكيد. قيمة الدعم قصدك؟ طبعا. إذا الحكومة بدها ترفع الأسعار بما مجموعه 2 مليار حتى تلغي الدعم، قسم 2 مليار على 5 مليون بطلع 200 دينار للفرد. العبء او العبء بطلع 2000 على 5 40 دينار 400 دينار للشخص العبء اللي عليه. اذا هيك اما اذا والله الحكومه بدها ترفع الاسعار تدريجيا على مدى 4 أو 5 سنوات كل سنه 10% 5% بجوز يكون 300 دينار كافيات. فاحنا ما بنقدر نعرف 300 قديش الرفع. في نقطه نعرف قديش بدك ترفع السعر علي حتى اعرف ال 300 بتكفيني ولا لا، ولكن من حيث المبدا بجوز للفقير تكفيه، أما للطبقة المتوسطة لا.
لان سحقت ما يعني الطبقه المتوسطه شخص راتبه 1000-1500 دينار ساكن ببيت 200-250 متر مش هيك؟ طبعا احسب قد ايه بدفع كهرباء وديزل اكيد مش 50 دينار يعني. في نقطه بس بدي انبه لها ولا قطعان كلامك بالسنة يعني اذا سمحت لي تفضل. في نقطه هم مش حاكين اعتقد انه معليك بتعرفها. هلا الاردن اخذ قرض من صندوق النقد مليارين دولار اللي اخذهم في حكومه فايز طرابلس. هلا دفعوا جزء بسيط من القرض وطلبوا وشرطوا عشان نحكي صراحة احنا قال لك انا ما بعطيك صحيح. بقية القرض الا ترفع بين قوسين الدعم بس ترفعه بالكامل ولا ترفعه جزئيا واعترضوا بالذات اعترضوا بالذات على فاتورة الكهرباء وطلبوا تحرير الكهرباء وطلبوا تحرير قضايا كثير على شريطة انه يدفع له بقية يدفع مبلغ. للأردن بقية القرض. ولذلك جزء من الإشكالات الآن غير أنه الخزينة ما فيها نقدي وغير أنه في عجز وغير كذا في التزام دولي في التزام دولي والقرار مش بإيدهم حتى الآن. بس حتى الآن احنا ما بنعرف الالتزام أنه يرفعوا الدعم مرة دفعة واحدة ولا تدريجيا عادة صندوق النقد الدولي ما بيطلب رفع كامل. أعتقد ملف الكهرباء تحديدا طالبوا بتحريره كاملا يعني يمكن بقية الأشياء أعتقد ممكن. أنه إذا الكهرباء بده يرتفع بالكامل يعني أعتقد مشكلة لا 300 دينار ولا أكثر بيكفي يعني. خلينا نحكي شوي احنا ننصح. طب أنا بدي أسمع منك نصيحة للحكومة لو سمحت. ننصح الحكومة فضل. ننصح الحكومة وإحنا كلنا معنيين باستقرار البلد وبأمن البلد وما في حدا له مصلحة يستفز الشارع الله. الأردني حتى يتم استغلال قرار حكومي أو ظرف معين من قبل من يتربص بهذا البلد لكي يثير الفوضى في الشارع نعم. وما ما رأيناه في الدول المجاورة يعني مرعب أكثر من أنه نلعب لعبة قمار ونغامر بأمن واستقرار هذا البلد. أنا أعتقد أن على الحكومة أولا أن تفتح حوار مع خبراء اقتصاديين وتصل إلى نتيجة عنوانها التراجع عن السياسات الاقتصادية الحكومية ابتداء من إنفاق الحكومة حتى سياستها الضريبية تعاملها مع الأغنياء تعاملها مع البنوك تساهلها في الإعفاءات للشركات الكبرى وغير ذلك جميع مكونات سياساتها الاقتصادية تضع برنامج لحل مشكلات الفقر والبطالة صندوق لتنمية المحافظات المشاريع الصغيرة كل هاي الأمور المطروحة كبدائل ويكون موضوع الدعم جزء من هذه السياسة الكلية تتعهد وتلتزم الدولة الأردنية والدولة الأردنية المتحدث باسمها هو جلالة الملك فقط لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا غيره جلالة الملك هو فقط الموثوق من قبل الشعب الأردني. الشعب الأردني يثق بجلالة الملك لا يثق بأي حكومة مع احترامنا لكل الحكومات حتى اللي كنا جزء منها احنا جلالة الملك يتعهد للأردنيين بأن يتم التراجع عن السياسة الاقتصادية مهما تغيرت الحكومات ومهما تغيروا الأشخاص وأن يعاد النظر في هذه السياسة وكجزء من هذا الموضوع يكون هنالك رفع تدريجي للدعم بشكل يعوض الفقير يعوض الموظف المدني والعسكري يعوض المتقاعد نعم. يفرض على القطاع الخاص أن يعوض موظفينه من خلال قانون وليس بكرم أخلاق من القطاع الخاص نعم. رفع الحد الأدنى للأجور رفع أجور عمال المياومة في كل المؤسسات الخاصة والعامة يعني كحزمة متكاملة ثم نجدول الدعم على مدار 3 أو 4 سنوات تدريجيا ونتحدث أيضا عن مشاريع الطاقة البديلة ميناء النفط ميناء الغاز الجديد الذي ونتحدث عن فترة نعم. زمنية لحل مشكلة الطاقة في الأردن طيب. ما بصير كل سنة احنا نقول الكل في أكثر ضعف وضعف كلام وضعف. جميل جدا واضح جدا أستاذ ماهر بدقيقة أرجوك نصيحة نعم. للحكومة يعني أنا بوجه نصيحة واحدة إلى الحكومة إنها تفكر بشكل عميق جدا بهذه الإجراءات وشكلها وأنا بضيف لاقتراحات معالي اقتراح يعني انحكى بالمناسبة أنا حتى حكيته أكثر من مرة عندك مساحات شاسعة في المملكة من الأراضي وزعوا يا أخي أعطوا للموظفين والعاملين المتقاعدين كل واحد نص دونم قطعة أرض خففوا على الناس بوسائل كثيرة ليش خليه يسكن على الأقل يعني بدل بأنه بطلع إسكان بطريقة معينة جيش أو معلم أعطيه نص دونم في منطقته بتعمر البلد بتدور كل ما كانت الاقتصاد للبلد أعطيه أمل بالحياة يا أخي صحيح. ولا إيش أعطيك أنا صحيح. بس أعطيني ولذلك أنا بنصح الحكومة إنها تفكر بالقرارات بشكل جيد لا. لأنه مش من مصلحتنا ولا من ولائنا ولا انتمائنا لهذه البلد لا. إنه البلد لا سمح الله تروح باتجاه حالة فلتان أو رد فعل شعبي ونلتحق بالدول هاي الذبيحة اللي بنشوفها حوالينا بتنهار عمالها بنص ساعة ولأنه بقاء الأردن واستقراره يعني يمكن رغبة لكل واحد فينا بطبيعة الحال طيب أنا بدي أقرأ بس بعجالة في عنا SMS شركة البترول الوطنية تملك 3 حفارات بترول لم تستغل وهناك SMS أيضا احذروا الأغلبية الصامتة معظمهم بنام بدون عشاء وليس لديهم قيادة سياسية الانتفاضة انغضبت إن غضبت لرفع الأسعار فهذا موضوع كبير محمد بيقول سؤال
كيف بدعم المحروقات وكيف بأخذ الضريبة بربحوا منها. أعتقد أجابوا ضيوف الكرام. وعزت بيقول أتمنى شرح آلية المساعدات الخارجية. أعتقد واضح تماما أن موضوع المساعدات الخارجية بات موضوع يعني معقد جدا. أنا بدي أشكر حقيقة الأستاذ سامر الطويل والأستاذ ماهر، شرفتوني الليلة. شكرا. مشاهدينا إلى هنا وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد. لقاؤنا يتجدد بكم غدا في نفس الموعد. مني أجمل تحية، تصبحون على ألف ألف خير.